حقيقة نحن في المركز الإعلامي للقمة الخليجية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، وفخورين حقيقة بما تحقق من نتائج ونتائج مرضية على مستوى الخليجي، لا سيما في مجالات متعددة فيما يتعلق بالمجالات التنموية والتكامل نحو اقتصاد تكاملي في أعضاء المجلس. حقيقة هذه القمة تسعى دائما إلى أن يكون هناك توافق كبير جدا فيما يتعلق بخدمة المواطن الخليجي، ليكون في مستوى متميز اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وفي كل المجالات. ولطالما حرصت أعضاء القمة على تحقيق تطلعات الشعب الخليجي، وأيضا تعزيز كل التاريخ الكبير الذي سعى من خلاله المجلس إلى تحقيق تطلعاته وأهدافه، بالإضافة إلى إيجاد نتائج مستقبلية وتطلعات واضحة بشأن كل ما يتعلق بهموم أعضاء المجلس في كل الجوانب، سواء كانت عسكرية أو اجتماعية أو اقتصادية. وبالتالي فإن القمة التي عقدت في الرياض تدعو دائما إلى أن تحقق النتائج المرضية.